ها بيقول لك في حاجه حصل. ايه اللي حصل يا ركوس؟ تعال ها شوف بيقول لك بشارك. ايه اللي حصل؟ شوف 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 يا واعي. البطه انطلع. الباب اتفتح. ايه اللي حصل؟ باب البطه انفتح كده. في تعالى دخل. طب فين البطه اللي ناقص؟ خد البطه ناقص. راحت فين؟ طيب لا تكون هو هيقول لك. هو رايح يوريك اهو. فين راحت؟ فين البطه؟ فين البط؟ فين؟ تعال البطه اهي. تدخله ده الاول. تدخله ده. طب واسع. يلا شاطر يا ريكس. اقفل عليها. يلا انت تعال شوف البطه الثانيه فين. يلا ورينا الثانيه فين. يلا ورينا بقى. ايوه جد بيجري ورينا. دخلت تحت الزرع. طب تعالى بص عليها تحت الزرع كده. مش عارف ممكن تكون دخلت تحت الزرع هناك. اهي فعلا اهي. طب استنى استنى. انا مش عايزك بقى ريكس في المرحله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص. لا 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 بالراحه. لا ده جناحها اتكسر. جناحها اتكسر بعد هشرح لك. ايديا يلا يا ريكس. شاطر يا ريكس. ريكسو تعال. يلا روح يلا عشان تحبسوها. يلا شطور يا ريكس. بينبهنا ان في حاجه انطلقت. شطور والله. الله يا شطور. عايزين مي. اه والله عطشانين. يبقى هما انطلقوا عشان عطشانين. الباب مش مفتوح كويس. تعال نجيبوا ميه. يلا تعال نجيبوا ميه. يلا شطور يا ريكس. تعال اسمع كلام عسل. شاطر شاطر بينبه الحراسه. لا هو حارس امين بصراحه. امال الذكر ده هو اللي رايد على البيت. هو تقريبا بيجهز العش تقريبا. سبحان الله حاجه غريبه. اول مره اشوف المنظر ده. العش وبيقول له تعالى هنا. يعني هنا العش حلو بيفهمها. سبحان الله سبحان الله. الرومي عايز يتغير ميته برضه هو كمان. Thank you.
ولا ريكس ولا امشي امشي مش اطلع بره امشي انزل تحت انزل تحت يا جبان خليك تحت كده انت معاق بس خليك هنا انت معاقب عشان اللي انت بتعمله.